في مزيد من الفقرات المتنوعة، خطوات عملية لإعادة ترتيب الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بعد لقاء جمع برؤساء البلديات في أريحة. وللحديث حول تفاصيل أوفى في جسم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، معنا في الاستوديو رئيس بلدية علار سفيان الشديد. يسعد صباحك. صباح الخير لكم ولكل مشاهدينا في محافظة القرم وفي فلسطين الداخل. يسعد صباحك. يعني بداية، ما هي طبيعة الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية؟ وبالطبع اليوم أنت بتشرف شاشة التلفزيون بمسمى جديد. نعم، صباح الخير. يعني احنا الاتحاد الفلسطيني هو كأي اتحاد في الوطن إن لم يكن من أهم الاتحادات في هذا الوطن العزيز. نعم. تم تشكيل الاتحاد الفلسطيني في قرار من فخامة السيد أبو عمار رحمة الله عليه في 2002، والحمد لله رب العالمين عقدت في حينه الهيئة العامة للاتحاد وتم انتخاب رئيس للاتحاد. ومن ذاك الوقت لغاية الآن، يعني للأسف الشديد، لم تجتمع الهيئة العامة إلا في عام 2013 في 8/6، وبحمد الله وتحت رعاية فخامة السيد الرئيس أبو مازن تم عقد المؤتمر الثاني للاتحاد الهيئات المحلية في فلسطين بعد الانتخابات اللي حصلت في عام 2012. كنا نأمل في عام 2006 أن يجتمع الاتحاد وأن ينتخب هيئة إدارية وهيئة تنفيذية جديدة ورئاسة الاتحاد، ولكن للأسف الشديد الانقسام البغيض هو اللي حال دون أنه ورفض مشاركة غزة في مؤتمر 2006 وفي مؤتمر 2013 برضو رفضوا للأسف الشديد. شو أهمية انعقاد المؤتمر في هذه الفترة من العام، وخصوصا نحن ما بعد إعلان عن مرحلة الدولة وتجاوزناها، على أرض الواقع ما هو الجديد الذي سيضيفه؟ نعم، يعني احنا للأسف الشديد ما زلنا شعب محتل، وقضيتنا بحاجة، خاصة رؤساء البلديات الكبيرة بحاجة دائما لشرح قضيتنا أمام رؤساء البلديات في جميع أنحاء العالم. وقبل يومين فخامة السيد الرئيس تم تقليد رئيس بلدية باريس بوسام الشرف ودرجة المواطنة في فلسطين. انعقد الاتحاد وتم انتخاب هيئة إدارية، وللحمد لله لأول مرة يتم انتخاب رئيس الاتحاد. يعني في هذا المؤتمر تم ترسيخ عدة مفاهيم، أولها انتخاب رئيس الاتحاد الفلسطيني من الهيئة العامة وليس من اللجنة من الهيئة التنفيذية، وتم انتخاب الهيئة التنفيذية كمان من الهيئة الإدارية. وإحنا محظوظين في محافظة الكرم، الاتحاد هو كان سابقا 9 أعضاء في الهيئة التنفيذية، الآن أصبح 15 عضو. لكل بلدية في مركز المدينة، طول كرم، جنين، نابلس، إنهم عضو دائم اللي هو عضو الهيئة التنفيذية، وأعطت المجالس الكروية والبلديات الباء وجيم اللي زينا أعطيت 4 مقاعد، في الشمال مقعد، وفي الوسط مقعد، وفي الجنوب ومحافظة القدس أعطيت مقعد. فالحمد لله أنا فزت في مقعد عضو اللجنة التنفيذية لمحافظات الشمال عن البلديات الصغيرة وليس عن البلديات الكبيرة. نعم، يعني هو اللقاء ضم رؤساء بلديات من مختلف المناطق. لكن يعني ما هي أبرز الآليات التي يتم طرحها من أجل تفعيل هذا البرنامج؟ طبعا احنا في الاتحاد تم إقرار النظام الداخلي للاتحاد، الحمد لله كان في عندنا مسودة من الأخوان، أنا من ضمنهم رؤساء البلديات السابقين، اللي هي تعديل النظام السابق. للأسف الشديد النظام اللي كان معمول به بال 2002 وكما كل القوانين، يعني في، لكن هون تم تعديله، تعديله واقراره من الهيئه العامه. يعني انت تجمع الهيئه العامه تحكي على 365 هيئه محليه وبلديه في الوطن. الحمد لله تم اقرار هذا النظام، وهذا النظام يعني اللي هو راح يكون الشرعيه لاعضاء اللجنه التنفيذيه من اجل انطلاق نحو السلطه او الدوله الفلسطينيه او هيئات او الاتحادات في العالم، انه احنا عندنا اتحاد منظم له نظام داخلي وله قوانين وانظمه معمول بها بفلسطين. واحنا يعني حقيقه في فلسطين الاتحاد الهيئات المحليه من اهم الاتحادات زي ما تفضلت حكيت لكم، وغياب هذا الاتحاد طول السنوات السابقه تجرأت علينا السلطه المركزيه او الحكومات الحكومه او الوزراء
على الهيئات المحلية. يعني لا يعقل بأنه رئيس بلدية منتخب كرئيس بلدية طول كرم يحل بقرار من الوزير أو رئاسة الوزراء. يعني للأسف الشديد يعني كل هاي القوانين والأنظمة السابقة اللي كان معمول بها الآن إن شاء الله بالهيئة التنفيذية. أنتم يعني جسم واحد الآن. نعم الآن إحنا جسم واحد موحد من رفح حتى جنين تحت قيادة الأخ غسان الشكعة رئيس اتحادنا. لكن يعني سيد سفيان يعني برأيك هذه الخطوة أكيد كل مواطن بيسأل طب هذا الحكي كيف رح ينعكس إيجابا علينا من ناحية سواء خدمات أو حتى ما تقوم به أي بلدية تجاه المواطن؟ طبعا يعني إن شاء الله إحنا ما بنوعد المواطنين بالعصا السحرية، ولكن الآن مدام أصبح في جسم للهيئات المحلية جسم فاعل وقوي ومنتخب، أولا إحنا منتخبين من المواطنين، وثانيا منتخب رئاسة الاتحاد منتخبي. للأسف الشديد يعني بالعام 2006 تدخل الوزير وتم تعيين عضوين في الاتحاد، وعلى أثرها كثير من رؤساء البلديات اللي كانوا أعضاء باللجنة التنفيذية استقالوا، لأنه لا يجوز ولا يحق للوزير أن يقوم بتعيين أعضاء الاتحاد. الآن عندنا اتحاد إحنا منتخب، هذا الاتحاد يعني كثير من الأمور خاصة على مستوى الوطن وكثير من الضرائب وكثير يعني لا يعقل أنه شعبنا ما زال محتل، وكثير من الشركات العملاقة التي تعلن عن أرباحها بالملايين للأسف الشديد ولا تقوم بتقديم أي خدمات. يعني نأخذ على سبيل المثال إحنا كهيئات محلية في الوطن، شركة الاتصالات الفلسطينية مستبيحة كل طرقاتنا وشوارعنا داخل الهيئات المحلية. إذا إحنا بنتأخر عن دفع الفاتورة الاتصالات يوم واحد تقوم الشركة بفصل الهاتف عن البلدية زيها زي أي مواطن حسب القانون. طبعا حسب القانون، لكن يعني أنا يعني إحنا كبلديات وكهيئات محلية فاتحين طرقنا وفاتحين شوارعنا، وللأسف الشديد يعني هذا على سبيل المثال. يعني خذ النقل العام، يعني للأسف الشديد إحنا بنقوم بتأهيل الشوارع ولا نجبي أي ضريبة. يعني كثير من الضرائب اللي بتجبيها الحكومة ما بتعود بالنفع على الهيئات المحلية، بالنهاية المواطن دافعها. دافع انت لما تدفع تذكرة الباص او تدفع الاتصالات او بتدفع هذا انت بتدفع الضريبة. المفروض ان احنا جزء من هذا يرجع لنا كبلديات كهيئات محلية من اجل تقديم خدمة افضل. صحيح، يعني اكيد من حق كل مواطن ان يحصل على هذه الخدمة طالما انه يقوم بدفع يعني هذه الخدمة. نعم. من بين هذه الخدمات انتقالا إلى الأوضاع السياسية، الوضع السياسي في فلسطين وما يترتب عليه من تبعات الاحتلال وحالة الانقسام، هل بإمكانها الوقوف عائق كمنع الانعقاد في 2006 وكذلك عدم الدمج في 2013 مع قطاع غزة؟ هل الوضع السياسي وحالة الانقسام عائق أمام تنفيذ أهداف الاتحاد؟ أنا بعتقد لن يكون الانقسام عائق أمام الاتحاد. إحنا بنتواصل، يعني قبل يومين كنت أنا بتواصل مع رئيس بلدية عبسان، في إحنا تواصل ما بيننا وبين رؤساء البلديات في قطاع غزة، وإن شاء الله سننتقل نحن سويا جميعا من أجل مواجهة والوقوف ضد هذا الاحتلال الغاشم. يعني الهيئات المحلية هي حكومات مصغرة، للأسف الشديد إحنا الآن في تعثر بالمفاوضات، ما بنعرف لوين رايحة الأمور. يعني الرؤية ضباب الآن، المشهد السياسي أمامنا ضبابي، ما بنعرف الآن. واجب علينا أن إحنا واجب على السلطة المركزية، وهي كانت تطلعات فخامة السيد الرئيس بأن نكون الهيئات المحلية أولا بشرعيتها بالانتخابات من المواطنين، وثانيا بشرعية الاتحاد الفلسطيني، وأن نكون إحنا نكون جسم واحد، ولا نريد أن نكون كما كنا في 76 عندما أجريت الانتخابات وانقلب عليها الاحتلال بروابط الكرة وخلافه في حينه. الآن إحنا جسم واحد موحد من جنين لحتى رفح، وإن شاء الله نأمل بأنه نكون كلياتنا يدية واحدة ضد هذا الاحتلال الغاشم إن شاء الله. يعني لكن يعني باختصار وبسؤال الأخير لك، الرسالة التي تسعى لإيصالها للمواطن وحتى للاتحاد بشكل عام لحتى إحنا برضو نطمن المواطنين إنه في اتحاد اليوم ورح يكون إن شاء الله على قدم الوساق. يعني أول إشي أنا بوجه رسالة لكل رؤساء البلديات اللي دعمونا ووقفوا معنا، ورؤساء المجالس الكروية من
الكفريات حتى صيدا اللي وقفوا معنا، وان شاء الله رب العالمين احنا نوعدهم انه بالفترة القادمة كثير من الامور ستتغير، اولها قانون الانتخابات اللي بتجرى عليه الانتخابات الهيئات المحلية. يعني احنا رسخنا في المؤتمر انتخاب رئيس الاتحاد مباشرة من القاعدة، وسيتم ان شاء الله في المستقبل انتخاب رئيس البلدية مباشرة من المواطنين، بحيث انه المواطن، يعني هاي كانت كلها توصياتنا قبل اجراء الانتخابات، ولكن للأسف الشديد الانقسام وعدم التئام المجلس التشريعي من اجل ان يأخذ هاي القرارات سيكون ان شاء الله كثير من الامور. والان انا بطمن كل زملائي رؤساء البلديات والمجالس الكروية، في جسم بيحماكم بيرعاكم بيوقف معكم في مقرنا في رام الله الان جاري، يعني تخيلوا انه كان اتحادنا مقطوع عنه الكهرباء والماء بسبب عدم، يعني للاسف الشديد عدم دفع المستحقات او دفع رسوم الاعضاء، دفع رسومهم. وبعد بوجه للمواطن رسالة ان شاء الله انه يعني سيكون التعاون وثيق واكبر ما بيننا وبينهم، وسيروا ان شاء الله من الاتحاد ومن الهيئات المحلية اشياء يعني نأمل ان تحوز على رضاهم وعلى موافقتهم وحبهم على العمل البلدي. بالطبع يعني نبارك لك الفوز، ونتمنى لك مزيد من النجاح إن شاء الله، أنت وجميع الاتحاد والعاملين أيضا الشركاء. أكيد دائما. السيد رئيس بلدية علار سفيان شديد، شكرا جزيلا لك، وكذلك الأمنيات دائما بالتفوق والنجاح من جديد.